أستاذ ميشيل أبدأ معك. يعني الآن في تهديد قوي في خبر عاجل أنه رئيس الأركان الإسرائيلي بيقول نحن نستعد لعملية برية عند الحدود الشمالية مع لبنان، وفي كلام أكتر يزداد. هل هذا للضغط؟ لأنه الآن في كمان بدأ تسريب مقترحات، نحن وصلنا بعض المقترحات هذه من الخطة الأمريكية، واللي بتتحدث عن 4 أسابيع تهدئة، وقف إطلاق نار، والعودة إلى قرار مجلس الأمن 1701. برأيك هل في نية صادقة أو قوية لدى حزب الله للموافقة على هكذا طرح أو التعامل مع هكذا طرح، طالما أنه نبيه بري هو اللي يعني عم بفاوض حاليا باسمه؟ مساء الخير. في الحقيقة لا تزال هذه الطروحات ضبابية، ولا تزال حتى يعني رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحه كان غامضا حول الموضوع أو متكتما بالأحرى، لأنه قال أنني لا أريد الإفصاح عن مضمون هذه التصورات أو هذه المبادرات. مما لا شك فيه أنه طبعا هناك مبادرات، هناك اقتراحات، هناك طروحات موجودة أو سعي لإيقاف الحرب بطبيعة الحال، و يمكن هذه النية موجودة في شكل خاص لدى بعض الدول الأوروبية كفرنسا. لبنان له مصلحة بطبيعة الحال، لكن قبل أن تتوضح ظروف الميدان في شكل بالغ الوضوح وما يمكن أن تؤدي إليه التطورات العسكرية والاعتداءات التي تشنها إسرائيل، لا يمكن الكلام أو الوصول إلى نوع من هدنة أو نوع من تسوية بين مزدوجين. حتى الآن ظروفها وبنودها وشروطها غير واضحة للعيان. هناك أهداف وضعتها إسرائيل من خلال هذه الاعتداءات التي تشنها على لبنان، وحزب الله بطبيعة الحال يرد وسوف يرد عليها ويحتفظ بما لديه سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد التكتيكي بكيفية التعامل مع هذه المرحلة بكل تداعياتها وبكل نتائجها. أنا أعتقد أنه لا يزال الوقت مبكرا من الناحية الميدانية، من ناحية إطار ما يحصل للتوصل إلى تسوية. نحن نعلم في السابق أنه المحادثات التي كانت تتم برعاية أمريكية حول وقف الحرب في غزة لم تصل حتى الآن إلى نتيجة. فهل السؤال هل سوف يربطون بين مصير غزة، انتهاء الحرب على غزة، ووقف الحرب على لبنان؟ أنا أعتقد الأمور سوف تبقى أقله لفترة أيام مربوطة بالشأن الميداني وبما سيفرزه. طيب الآن أسمع من سيد عماد الدين حسين، لكن في هذه الأثناء أنوه لأن هذه الصور تأتينا مباشرة من صور، مدينة صور اللبنانية في جنوب لبنان، ويبدو واضح أنه في قصف، وقصف كبير جدا في على المدينة. نحن هنا نشاهد المدينة يعني والمباني. طيب أستاذ عماد الدين حسين، بدي أسألك، هل نضجت الظروف الإقليمية من أجل إعادة تحريك ورقة التهدئة؟ يعني إحنا شفنا أنه تم ترك الورقة وتوقفت اجتماعات الوساطة المصرية القطرية الأمريكية منذ أن بدأ التصعيد الإسرائيلي مع حزب الله، فهل يمكن العودة إليها من باب يعني تفاهمات لبنانية أمريكية إيرانية أمريكية؟ السلام عليكم ورحمة الله. أظن أنه سيكون مفاجأة كبيرة للغاية إذا تم التوصل إلى اتفاق تهدئة أو هدنة سواء في غزة أو في لبنان. من المبكر تماما الحديث عن هذا الأمر، ومن الواضح أن نتنياهو قرر يعني القفز إلى الأمام مسافات واسعة، لا أحد يحاسبه. الولايات المتحدة تطلق كلمات دبلوماسية فضفاضة وعامة وتقول أنها تحذر من انجرار المنطقة إلى حرب شاملة، لكنها على أرض الواقع هي التي تعلن كل يوم أنها ملتزمة بأمن إسرائيل وتزويد إسرائيل بالأسلحة. وبالتالي وكما قال ضيفك الكريم، إذا كانت طوال عام كامل تقريبا فشلت أو لم ترغب بالأساس في الوصول إلى تهدئة وهدنة في قطاع غزة، وهي يعني سبب المشكلة الفعلية، فما البال بجنوب لبنان؟ والمؤكد أن الولايات المتحدة يعني لا تتعاطف كثيرا مع حزب الله حتى بالمقارنة مع الفلسطينيين. وبالتالي أنا أظن أنه
الجزء الأساسي من أهداف دخول نتنياهو أو بدء عدوانه على لبنان أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق مع غزة بهذا الشكل وبدون الدخول في حرب مع حزب الله سيبدو الأمر وكأن حزب الله انتصر، وسيكون بإمكان هذا الحزب أن يقول أن إسنادنا لغزة هو الذي أوقف نتنياهو وخرجنا سالمين من المعركة. هناك قاعدة تقول أن حزب الله يكسب إذا لم يخسر، وإسرائيل تخسر إذا لم تكسب، وبالتالي أظن أن نتنياهو يجد أنه يكسب استراتيجيا حينما يغتال كثير من قادة حزب الله، يسجل انتصارات استخبارية، ويعني يحاول يعني تحطيم أو تدمير قدرة كبيرة لحزب الله فيما يتعلق ببنيته العسكرية. هذه أهداف لن يفرط فيها نتنياهو. والأخطر أنه مقارنة بحرب غزة على سبيل المثال أو عدوان غزة، المجتمع الإسرائيلي كان إلى حد ما منقسم بشأن هذا الحرب، في حين أنه يبدو موحدا تماما فيما يتعلق باستهداف حزب الله. من أجل هذه الظروف بأكملها أظن أنه الحديث عن تسوية سياسية أو هدنة سيكون أمرا مفاجئا إذا تم التوصل إليه، وقد يعني نسمع الكثير من المداولات حول أفكار دبلوماسية هنا وهناك على غرار ما يقوله نبيه بر اليوم أو ما يصرح به الأمريكان بين لحظة وأخرى أو يسرب به الفرنسيون. ظني الشخصي أننا يعني سيكون هناك وقت طويل إلا إذا تمكن طرف بطبيعة الحال من الأطراف من حسم ميداني واضح. إسرائيل تسجل انتصارات نوعية في الأيام الأخيرة، حزب الله ربما يكون لديه مفاجآت أخرى، وبالتالي الوضع الميداني هو الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا في فرض التسوية من عدمها. طيب هذه النقطة أيضا مهمة، واضح أنه يعني ضيفي الكريمين متفقين على أنه الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تهدئة وتسوية في لبنان. لكن إذا بدي أسأل الأستاذ ميشيل أبو نجم، كيف تفسر تصريحات الرئيس الإيراني بازشكيان في أمريكا التي جاءت وكأنها مهادنة تحاول أن يعني تفتح باب التفاوض، حتى ذهبت إلى التفاوض على الملف النووي، تحدث عن حزب الله أنه لن يكون قادر على مواجهة إسرائيل المدعومة من الغرب وكل الدول الغربية. هل هذه تصريحات واقعية؟ هل هذه تصريحات تدعو إلى فتح باب المفاوضات من جديد مع أمريكا؟ لو كنا نريد أن نتوقف فقط على تصريح الرئيس الإيراني الإصلاحي في النتيجة لكان يمكن القول هناك داع للتدقيق أكثر في الترجمة، لكان هناك ربما تعرف في الإعلام مرات تقتطع بعض الأمور، تقتطع من سياقها، لا يكون السياق كاملا. ولكن عندما نتذكر أنه منذ اليوم الأول لحرب غزة أو في بداياتها وصولا إلى اليوم كانت التصريحات الإيرانية تشدد بكل وضوح على عدم توسيع رقعة الصراع بالتوازي مع دعم حلفائها في المنطقة من العراق إلى اليمن إلى لبنان للمشاركة في دعم حماس ومحاولة منع إلغائها أو منع كسرها. وفي الأيام والأسابيع الأخيرة تكررت التصريحات الإيرانية على أكثر من مستوى وعلى أكثر من مسؤول، على لسان أكثر من مسؤول، تنضح منها الإيجابية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بنيات تفاوضية، سواء على صعيد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أو حتى على صعيد مرشد الثورة علي خامنئي وحتى على تصريحات مسؤولين آخرين، كلها تشير إلى نيات تفاوضية وإلى فتح نافذة في الأفق. حتى يعني نضيف أيضا محمد جواد ظريف الذي تحدث عن ضرورة إعادة التفاوض في الملف النووي الإيراني. سياق كل هذه التصريحات يشير إلى ماذا؟ يشير إلى نية إيجابية تحديدا في اتجاه الولايات المتحدة. السؤال الذي لا جواب عليه حتى الآن، هل ذلك مرتبط بالانشغال الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومحاولة عدم تقديم يعني فرصة لدونالد ترامب، خاصة بأن يكون خطابه متشددا تجاه إيران، أو أن يؤدي وصوله إلى إعادة بعثرة الأوراق في الشرق الأوسط وخلق معادلات جديدة في وقت ليس هذا من مصلحة إيران؟ هذا هو السؤال الأساسي. لكن السياق في شكل كامل وفي شكل عام يشير إلى نعم، هناك نوع من نيات تفاوضية إيجابية
ولكن يجب أن ننتبه إلى عامل آخر في السياسة الإيرانية، هو أن الكلمة الفصل الحاسمة تبقى لمرشد الثورة بين الأجهزة ومراكز القوى. وأنا أقول هذا الكلام بسبب تذكر الموقف الإيراني من حرب سوريا في البدايات، حينما كانت بعض مراكز القوى في إيران تدعو للتخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد أو الابتعاد عن هذا الموضوع، إلى أن أتت كلمة المرشد وحسمت الأمر بالتدخل الإيراني الحاسم الذي رأيناه جميعا في الحرب السورية، وساهم في وصول طبعا مع التدخل السوري إلى هذا المستوى. يجب أنا برأيي أن نراقب خاصة تصريحات ومواقف خامنئي جيدا لكي نقرأ السياسة الإيرانية. طيب يعني هذا الموقف الإيراني ممكن قراءته بهذا الشكل. أستاذ عماد الدين حسين، من ناحية إسرائيل الآن وأمريكا، يعني عندما نسمع أنه هذه الورقة اللي يعني تحدث عنها أمريكا تعود لنفس مقترح بايدن اللي نتنياهو رفضه ومماطل فيه، وتضيف إليه نقطة أنه يعني تتعلق بحزب الله، هل في جدية في هذا الطرح أولا؟ ثانيا أنه واضح أنه نتنياهو من مصلحته الآن أن يكمل الحرب طالما أنه عنده يعني تفوق عسكري، لكن هل الخشية أنه هذا كله يتغير بعد مرور بعض الوقت؟ بطبيعة الحال نعم، إذا سارت الأمور بهذه الطريقة نتنياهو يعني لديه فرصة كبيرة جدا، الولايات المتحدة لا تحاسبه، تترك له أن يفعل ما يشاء باستثناء بعض التصريحات اللفظية غير المنتجة، تقدم له كل أنواع الدعم. هو يعتقد أنه قادر في ظل قراءته للأوضاع الإقليمية والدولية أنه قادر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة، أنه ينهي يحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، يلتهم الضفة بصورة سريعة جدا عبر الاستيطان وعبر تطبيق خطة اسمه توريتش، وفي لبنان يقضي على القوى العسكرية إذا تمكن في هذا الأمر، وتكون الجائزة الكبرى له هي إنهاء البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي وردا على سؤالك لضيفك الكريم من لبنان، أظن أن الوجه الآخر له هو الهدف الجوهري لنتنياهو هو الذهاب إلى البرنامج النووي، وبالتالي يمكن فهم التصرفات الإيرانية والتصريحات الإيرانية، خصوصا تصريحات الرئيس الإيراني في نيويورك بهذا المعنى، أن إيران لا تريد أن توفر له فرصة لكي يحقق هدفه. سمعنا تصريحات إيرانية كثيرة في الأيام الماضية، قالوا بوضوح جاءتنا رسائل كثيرة من الولايات المتحدة ومن دول إقليمية وفي المنطقة تقول لنا أرجوكم لا تمكنوا نتنياهو من القفز إلى ما يريده، فوتوا عليه الفرصة حتى نستطيع تحقيق تسوية ما، وبالتالي ننهي الملف. هذه نقطة مهمة، لكن النقطة الأخرى ردا على هذا التصور، إذا صح هذا الأمر هل يسمح لنتنياهو أن يدمر المنطقة بأكملها حتى لا تقول إيران أنني لا أريد مواجهة؟ ما هي اللحظة أو النقطة الفاصلة التي لا تستطيع فيها إيران أن تترك حليفها في لبنان يتعرض لضربات موجعة دون أن يكون قادرا على رد حقيقي؟ طيب سيد ميشيل أبو نجم، بدي أسألك سؤال، لكن في عنا أخ معلومات أنه تم إخلاء مبنى الدفاع المدني في مدينة صور بعد وصول اتصال بتهديد إسرائيلي بأنه سيتم قصف المبنى. لبنان كله عم بيدفع ثمن ما يقوم به حزب الله، بالتالي هل تعتقد، بدي أسألك شوي سؤال يعني داخلي، يعني أنه بالنسبة للسياسة الداخلية في لبنان ما في رئيس، الحكومة حكومة تصريف أعمال، طيب الآن حلفاء حزب الله السابقين الآن ألا يعني يعيدون حساباتهم من أجل ربما يعني حتى الآن لو تم يعني تغيير اصطفافات، الدفع لانتخاب رئيس توافقي أو حتى من طرف آخر ممكن يساعد على إنقاذ لبنان، يعني مش إذا مش هلأ حتتحرك السياسة متى ممكن تتحرك؟ أولا بالنسبة لمسألة الحرب، صحيح أن حزب الله بادر إلى الانخراط في حرب إسناد غزة من دون وجود توافق لبناني، ومع وجود اختلافات أو ملاحظات لبنانية كثيرة على الدخول في هذه الحرب منذ البداية، لكن
في النتيجة يجب أن نعيد أصل المشكلة إلى السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تريد أساساً القضاء على القضية الفلسطينية والتي تستمر في خلق التداعيات. هلأ كيف تتصرف القوى والدول والمجتمعات في مقابلها؟ هذا بطبيعة الحال يخضع للنقاش. بالعودة إلى السياسة الداخلية اللبنانية، نعم هناك حاجة ماسة منذ البداية أن لتحويل التهديدات التي تتربص بلبنان والماثلة أمام لبنان إلى فرص للإنقاذ، سواء على مستوى وقف الحرب وحماية لبنان يعني بقدر الإمكان وقدر ما يمتلك اللبنانيون من وسائل، ومن ناحية ثانية لإعادة استنهاض لبنان، لإعادة انهاضه من الركام. وهنا المواقف الأساسية، وهنا حقيقة المواقف الوطنية الشمولية بطبيعتها، بمعنى أنه يجب أن نستغل هذا الظرف للدفع في اتجاه نعم انتخاب رئيس، ولو كان الظرف قاسيا، ولو حتى الواقعية السياسية تقول أنه لابد من انجلاء صورة الحرب الحالية على لبنان لكي تنصرف القوى السياسية إلى الأجندات الداخلية والمصلحة اللبنانية الذاتية، لكن يجب أن نبقي هذه المسألة في الخطاب الإعلامي والسياسي لكي نقول أن هناك أولويات لبنانية، ومن بينها ومن بين أبرزها أن يكون هناك رئيس لبناني على رأس الدولة اللبنانية اليوم. صحيح. في الوقت الذي يعاد فيه رسم المشهد السياسي في المنطقة، وهذا يعني من بين القوى السياسية ما ركز عليه التيار الوطني الحر بالأمس وقوى سياسية أخرى تدعو إلى هذه الأولويات. يعني هناك أولويات وجودية برأيك أستاذ ميشيل، التيار الوطني ممكن يعني يغير تحالفاته ويساعد القوى الأخرى في انتخاب رئيس لبناني من غير ما يعني دعم حزب الله؟ باختصار يعني بحسب كل التصريحات للتيار وقيادته، نعم هو مد اليد وهو وضع الأولوية بالنسبة إليه لانتخاب انتخاب رئيس، وهو أبدى هذا الأمر منذ البداية يعني. ولكن أقول أنه لابد بالنهاية من إنتاج هذا الرئيس من خلال توافق لبناني. الطريقة أساسية، ولكن يجب أن نصر كلبنانيين على المبدأ. هذا ما ما نحاول كلبنانيين أن نفعله اليوم. طيب إلى حد كبير بطبيعة الحال. طيب طبعا أستاذ عماد الدين حسين، هنا في تصريحات الآن تأتي لقيادات مقربة من حزب الله تقول أنه حزب الله منفتح على التفاوض على أي مقترح للتهدئة في لبنان وغزة. يعني هون يعني احنا عم نشوف أنه في تناسق في الكلام بين الرئيس الإيراني وبين الآن نبيه بري، بين كلام ماكرون وبين المقترح الأمريكي اللي بدأت بعض يعني خطواته تتسرب، وحزب الله يعلن أنه مستعد يعني أنه يمشي مع هذا الموضوع ويتفاوض هنا. هل تعتقد أنه إسرائيل ممكن أن تجزئ الموضوع، يعني تقبل بهدنة 4 أسابيع تحصل على مكاسب ووعود من لبنان، ومن ثم موضوع غزة يعني تقريبا شبه محسوم بالنسبة لهم، ممكن يرجعوا له في أي وقت آخر؟ هل ممكن أن نشهد خدعة نتنياهوية حاليا؟ كل الأمور حينما يتعلق الأمر بإسرائيل ونتنياهو نستطيع أن نتصور، لكن هناك نمط وسياق لسلوك نتنياهو منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، إذا طبقناه على هذه القضية فإن نتنياهو لا يريد أن يقدم أي شيء إلا إذا حصل، إذا كان قد تخلى عن الأسرى وقال ذلك بوضوح هو وفريقه، فبطبيعة الحال ليس مشكلة لديه أن يتخلى عن 60 أو 70 ألف شخص في مستوطنات الشمال أو في الجليل الأعلى. وبالتالي ما لم يحصل نتنياهو على انتصار واضح، نعم هو يسميه الانتصار المطلق، يستطيع أن يقدمه لروادي. فأظني الشخصي أنه الأمر بهذه البساطة، لو قبل حزب الله بحل جزئي سيفهم منه أنه انهزم. شكرا. أما القول بأنه منفتح على حل في غزة وفي لبنان هو انتصار له، لأنه يحقق هدفه، لكن إسرائيل لن تسمح له بذلك. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي في هذه الساعة من التغطية، من القاهرة رئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين، والشكر الجزيل أيضا لضيفي من بيروت الكاتب الصحفي ميشيل أبو نجم.